عندك قناة على اليوتيوب، طب عندك حساب على انستجرام، ولو عدد المتابعين عليه قليل يبقى انت كده في اول خطوة للربح من الانترنت. لو ما عندكش يبقى انا محتاج منك ان يكون معاك على الاقل تليفونك التليفون بس، ولا عندك نت على الموبايل او عندك نت ارضي مفيش اي مشكلة. وبعد كده نبدأ في خطوات الربح ان شاء الله اللي هنعرفها مع بعض النهاردة، لان هعرفك جميع التفاصيل. بس قبل ما نبدأ ياريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تدعمنا وتضغط على الزرار الاحمر زرار الاشتراك اللي موجود تحت الفيديو، وطبعا ما تنساش اللايك والشير علشان الكل يستفيد. يلا نروح لشرح النهاردة بعد الفاصل القصير ده. ورجعنا لكم من تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يوسف احمد ودي قناتكم قناة اتعلم دوت نت. النهاردة هنتعرف مع بعض كيفية الربح باستخدام القناة بتاعتك على اليوتيوب او باستخدام حسابك على انستجرام. طيب للي لسه اصلا ما عندوش قناة على اليوتيوب، انا بالفعل رافع دورة على القناة بشرح فيها بالتفصيل خطوات انشاء قناة ناجحة على اليوتيوب من الالف الى الياء. اللي لسه ما انشأش القناة بتاعته يضغط على الرابط اللي هتلاقيه في صندوق الوصف او تلاقيه في حرف الاي هنا، وتشوف الفيديوهات وتبدأ تنشئ القناة وتعرف ازاي تزود عدد المشتركين وازاي تختار المحتوى وهكذا علشان تحط رجليك على اول الطريق في الربح. او لو انت عندك حساب على انستجرام، طبعا كلنا عندنا حسابات، فهنعرفك النهاردة ازاي تكبر حسابك على انستجرام وتستغله في الربح. بالنسبة لقناة اليوتيوب، اول طريقة للربح في اليوتيوب وهو ان انت تحصل على 1000 مشترك وتحصل على 4000 ساعة مشاهدة، وبعد كده تقدم في برنامج ادسنس، وبعد كده تبدأ تحقق ان شاء الله ارباح من ادسنس. طيب الطريقة الثانية من الربح من اليوتيوب وهي ان انت تشتغل في التسويق بالعمولة، سواء كان التسويق بالعمولة في موقع سوق، جوميا، امازون، اي موقع انت بتشتغل فيه او بتشترك فيه بنظام التسويق بالعمولة او الافلييت، تقدر تشترك فيه وتسوق للمنتجات دي على قناتك على اليوتيوب. باقي طريقة واحدة ان انت تربح منها على اليوتيوب هنعرفها كمان شوية لما نخلص حوارنا على انستجرام، فاوعى تروح بعيد وتابع الفيديو. طيب بالنسبة بقى لحسابنا على انستجرام نربح منه ازاي؟ ولكن انا عندي حسابي ده على انستجرام اقدر استغله بكذا طريقة في الربح. اول طريقة ان انا برضو استغل التسويق بالعمولة او تسويق للروابط الافلييت بتاعتي، سواء برضو جوميا، سوق، امازون، ادميتاد، اي موقع افلييت انت تشترك فيه، تبدأ ترفع الصور على الحساب بتاعك وصور المنتجات اللي انت بتروج لها وتحط رابط الافلييت بتاعك في الوصف، وانا كنت شرحت فيديو بالتفصيل بيشرح الطريقة الربحية دي. طيب حد يسألني ويقول لي طب انا ما عنديش اصلا متابعين على حسابي على انستجرام، اعملها ازاي او ازود الحسابات دي بطريقة مجانية ازاي؟ هسيب لك رابط اضافة موجودة في صندوق الوصف، تضغط عليه عشان يفتح لك الاضافة ديت، وديت اوتو فولور فور انستجرام. الاضافة دي بالشكل ده بتبقى قدامنا هنا، الاضافة دي. طب هستفيد من الاضافة دي ازاي؟ وليكن مثلا انا قدامي اي بوست من ده، تختار اي بوست تبع النيتش اللي انت هتشتغل عليه، تمام، وتبدأ تضغط على الناس اللي عاملة لايك هنا مثلا، او الناس اللي عاملة كومنتات على حسب النيتش اللي انت هتشتغل عليه. طبعا انت مثلا شغال على نيتش التسويق بالعمولة للملابس، فتروح تتكلم تشوف بوستات بتتكلم عن التسويق للملابس وهكذا، وتاخد الناس اللي عاملة لايك تضغط عليهم او اللي عاملين كومنتات، وبعد كده تضغط على الاضافة بتاعتك دي، وهنا تضغط على فولو، فهيبدأ يعمل لك متابعة للناس دي كلها، فبالتالي هم هيبدأوا يعملوا فولو باك ليك لحسابك، فبالتالي هيبدأ عدد المتابعين على حسابك في انستجرام يبدأ يزيد ويتخطى الالاف. طيب حد يسألني ويقول لي انا مش عارف اسوق حاجة على الحساب بتاعي في انستجرام، ومش هعرف اقدم في ادسنس لليوتيوب، ولا هعرف اسوق لمنتجات على اليوتيوب، اربح منهم ازاي؟ هتكون هي دي الطريقة التانية معانا النهاردة للربح من قناتك على اليوتيوب، وكمان الربح من حسابك على انستجرام. هتلاقي رابط موجود في صندوق الوصف تقدر تضغط عليه علشان يفتح لك الموقع ده، واللي هيكون اول فتحة خير ليك علشان تبدأ تحقق ارباح من قناتك وحسابك على انستجرام. علشان تقدر تستغل الموقع ده هتعمل تسجيل دخول بالضغط على ريجستر، فبتسجل هنا البيانات بتاعتك، يوزر نيم، البريد الالكتروني، باسورد، تأكيد الباسورد، ورقم التليفون ممكن ما تسجلوش دلوقتي، وكمان العنوان ممكن ما تسجلوش دلوقتي، وبتخ
بتختار الدولة سواء كانت مصر، المغرب، الجزائر، السعودية، وبعد كده بتفعل الكباتشا وتضغط على ريجستر. بعد ما بتضغط على ريجستر بتوصلك رسالة على البريد الإلكتروني، وهي رسالة تأكيد الحساب بتاعك على الموقع اللي نشتغل عليه. فبمجرد ما تضغط على الرابط ده بيفتح لك صفحة التسجيل أو صفحة الدخول على الموقع، بتسجل اليوزر نيم والباسورد وتفعل الكباتشا، وبعد كده بتضغط على لوجن علشان يفتح لك الموقع بالواجهة اللي قدامنا دي. هنروح على كلمة براوز اللي قدامنا دي علشان يفتح لنا الصفحة دي. لو لاحظنا بمجرد ما نشوف الصفحة نلاقي هنا حسابات على انستجرام وحسابات على اليوتيوب وكمان حسابات على التيك توك، وكل الحسابات دي معروضة للبيع. مثال مثلا اول حساب على انستجرام ده عليه عدد معجبين او متابعين 12,000 معروض للبيع ب $300، حساب تاني 5,000 متابع معروض للبيع ب $100، حساب تالت على تيك توك ب $200، ولو اخترنا هنا اليوتيوب مثلا قناة اليوتيوب هتلاقي هنا كل القنوات ديت، وبرضو هنا قنوات عربية معروضة للبيع عليها 10,000 مشترك معروضة ب $120، وهنا قنوات اجنبية وبرضو هنا عدد لا نهائي من القنوات تقدر تشوف القناة لو انت عايز تشتري من القناة. وناخد مثال معانا للقناة اللي عاجل اللي هي معروضة للبيع ديت، ونشوف اصلا لو حد عايز يشتريها بيشتريها ازاي. اول حاجة هنا زي ما انت شايف بيجيب لك مواصفات القناة المعروضة للبيع، عدد مشتركين، سعر، وتاريخ عرضها للبيع، وهنا تحت هتلاقي اوفرز ان انت لو عايز تقدم عرض لصاحب القناة بتضغط هنا على السعر وتضغط على سند اوفر، وليكن مثلا هو $120 ممكن هنا تكتب له $100 وتضغط على سند اوفر، او تقدر تتواصل معاه مباشرة عن طريق كونتاكت سيلر من هنا، وتبدأ هنا تكتب الرسالة بتاعتك او رسالة التفاوض على القناة، وبعد كده تفعل الكباتشا، وبعد كده تضغط على كرييت علشان هو يشوف الرسالة ويبدأ يبعت لك رسالة تانية ويقول لك اه انا موافق او لا انا رافض المبلغ قليل وهكذا. لو بعت لك رسالة بيجي لك هنا على ايقونة مسجز اللي قدامك دي، فبتضغط عليها فبيجيب لك الرسائل اللي مبعوتها لك هنا على الموقع، وتبدأوا تتواصلوا بقى مع بعض وتشوفوا الدنيا ايه او تشوفوا التفاصيل بالظبط. ولكن احنا مش عايزين نشتري قناة ولا عايزين نشتري حساب انستجرام، احنا عايزين نبيع القناة او نبيع حسابنا على انستجرام زي ما عرفنا نكبر عدد المشتركين او نزود عدد المتابعين على حسابنا انستجرام بطريقة مجانية زي ما شفنا عن طريق الاداة. فبنروح على الموقع ده ونبدأ نبيع او نعرض الحساب بتاعنا ده للبيع على الموقع، وتحط فيه السعر اللي انت عايزه، بس حاول ما تكونش مزايد في السعر، لا على كل السعر على حسب عدد المشتركين. طيب اعرض الحساب بتاعي للبيع ازاي؟ بتروح على ايقونة سيل اللي جنبها علامة بلس هنا وبتضغط عليها، وبعد كده بتضغط على add new listing free، وبتختار هنا انستجرام، هتبيع حساب انستجرام ولا تيك توك ولا قناة يوتيوب بناء عليه، فبتختار الحاجة اللي انت عايز تبيعها. انا مثلا هاخد مثال ابيع القناة بتاعتي قناة اتعلم دوت نت على الموقع هنا او اعرضها للبيع، فبيفتح لك الصفحة دي بيقول لك اكتب هنا اليوزر نيم او الاي دي بتاع القناة بتاعتك. طبعا علشان تكون قادر ان انت تعرض قناتك على البيع لازم تسيب عدد المشتركين بتاعك ظاهر للجميع، ما تكونش خفي، وفي نفس الوقت يكون حسابك على انستجرام ما يكونش برايفت، لا يكون ظاهر للعام. تمام. طيب اجيب انا اليوزر نيم او الاي دي بتاعي ازاي بتاع القناة بتاعتي؟ بروح على القناة بتاعتي واخد الكود اللي بعد كلمة الشانل اللي قدامنا دي، اخدها كوبي واروح هنا اضيفها في المكان ده، وبعد كده افعل الكباتشا واضغط على فايند علشان يبحث على القناة بتاعتي. زي ما انت شايف هو بحث عن القناة بتاعتي وجابها هنا عليها 29,800 مشترك، وهنا بيقول لك لازم تأكد ملكية القناة بتاعتك او ملكية الحساب بتاعك علشان نقدر نعرضه للبيع. ما هو مش اي حد يجيب رابط قناة ويحطه هنا ويعرضها للبيع، لا طبعا لازم يتأكدوا ان انت صاحب الموقع او صاحب القناة او صاحب الحساب اللي انت بتعرضه للبيع. طيب نأكده ازاي؟ بقولك هنا في كود بين علامتين التنصيص دول، المفروض انت تاخد الكودين دول وتلصقهم وتعمل لهم لصق في اباوت او الديسكريبشن الخاصة بالقناة بتاعتك، وبعد ما بتحفظ الديسكريبشن بتاعك وجواه الكود ده تضغط على فيريفاي علشان يتم عرض القناة بتاعتك للبيع على الموقع اللي قدامنا ده. طبعا بتنتظر بقى التفاعل على الموقع وتشوف الناس اللي هتشتري موقعك وتبدأ تراسلك وتطلب منك سعر للقناة ديت او تفاوض على القناة دي.
وبالنسبة للتواصل معاك على الموقع زي ما شفنا التواصل في حالة ان انت بتشتري القناة هيكون التواصل بنفس الطريقة اللي شفناها اللي فاتت دي. ياريت بقى لو الفيديو عجبك والشرح عجبك ما تستخسرش فينا اللايك والشير، ولو لسه ما اشتركتش في القناة ادعمنا واضغط على زرار الاحمر اللي موجود تحت الفيديو زرار اشتراك، وانتظرونا في فيديو جديد من فيديوهات الربح من الانترنت. كان معكم يوسف احمد من قناة اتعلم دوت نت، اشوفكم على خير والى اللقاء.